جيت انا قالوا لي في عالم روح لهنيك على تركيا بيعالجوك يعني بيحطوا لك اجر اصطناعيه وكذا يعني بيساعدوك اهل هنيك تركيا كله مجانا. انا صار لي رغبه اجي على تركيا ما في حدا يساعدني. قلت لاولاد حماي تروح على تركيا نرو جابوني اجي على تركيا لهون. شلون كانت الرحله؟ للحدود وما دخلونا لهون. قلت له انا مصاب كذا هيك ما حدا رد علينا اول شيء. بعدين دخلنا عن طريق الطبيه، عن طريق الطبيه دخلنا لهون على تركيا وجينا على المستشفى حتى ما عالجوني من المستشفى. قال اذا بدك تكون عندك بطاقه صحيه للعلاج، بطاقه لاجئ، ونحن جايين جدد يعني ما بنعرف شيء يعني. وين نروح؟ على سوريا ما خرج نرجع. جينا لهون جابونا لهون، جينا لهون سبحان الله هذا ابن الحلال جابنا لهون حطنا. قال بركوا هون حتى الله يفرج عليكم. The most pressing needs for the Syrian refugees here in Turkey, well, healthcare is obviously a huge need, which I hope that MSF now is helping to provide. There's also an enormous need for distributions of non-food items, which is another of the MSF projects. The life here in Turkey is expensive for them. They can't stay here for a long time because they haven't a work. It's a problem. If someone come here, if he has a money, 1, 2, 3 months after that, it's not easy to stay here. الحمد لله رب العالمين. أتراك ما في أحسن منهم. يعني أنا تعجبت فيهم. يعني المعاملة اللي عملونا فيها الأخوة ما بعملوا بعضهم. They feel that they still belong to Syria. They are Syrian in the end. So to help our major major item here, major goal, it's to make them cope and adjust to the new situation. That yes, you are living in the camp. You have been under war, but now you need to work. Now you need to live your life until the time that you can go back to your normal life. يعني انا ما تم لي مستقبل هلا، يعني مستقبلي عند رب العالمين. بدي اركب اجر اصطناعيه بس يعني هي اللي بهمني. يلا